يقول والله انتم ما انتبهتوا علي، انا سمعت لي ان قريب، يقول من تقولون علي كرم الله وجهه وطبلت اذني تاذيني. سحبوا ابو عائشه. والله لما تقول علي كرم الله وجهه ويسلكون بقيه الصحابه والله طبلت اذني توجعني، والله ما يجوز. السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. إن شاء الله بهذا الفيديو راح أنقل لكم اتصال آخر من اتصالات الوهابية في برنامج سؤال بري، اتصال مشابه لذلك الاتصال الذي قال به أحد مشايخ الوهابية أنه لا يتحمل ذكر محمد وآل محمد أو الصلاة على محمد وآل محمد. تم استعراض العاهل السعودي، تم استعراض كلامه بأنه هو الذي يصلي على محمد وآل محمد سلمان بن عبد العزيز، وإذا بهذا الشخص يعني ينسحب من كلامه. الآن بهذا الفيديو أيضا راح أنقل لكم نفس الكلام تقريبا، لكن بخصوص الإمام علي عليه السلام كرم الله وجه الحاج وعد اللامي يذكر كرم الله وجهه، أو الشيخ أحمد الإمام يذكر كرم الله وجهه، وإذا بهذا الشخص ينتفض ويقول كرم الله وجهه. هذا هو شعار الشيعة. يعني نستمع إن شاء الله لتمام الكلام ولنا تعقيب مطول. فخليكم بس لحظة أبو عائشة، تسمع أبو عائشة؟ أسمعك. أبو عائشة، قرأنا من كتاب عيون أخبار الرضا بأسانيد صحيحة أنه النبي صلى الله عليه وآله، إحنا ننام على وساد عالي. أبو عائشة تتقلب أنت وجماعتك، ما لنا علاقة، لكن المسادفة نحن الذين ننام على وسادة. لا ما الله، حتى التوسادة ما عندك. والله عندنا وسادة عالية على الوسادة. زين أوقف. الآن إذا عندك وسادة عالية تنام على وسادة الآلوسي اللي قراها أحمد الإمامي، تفضل. الآلوسي شيعي وفي تشيع وأثبت له. أيه. يقول عليهم كرم الله وجهه. شيعي ما كرم الله وجهه. خلاص اسكت. شعار رافض. ما حجيب الكتب أجي. لا 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 اسمع، لا صح. شي يقول لك شيعي. ليش شيعي؟ لأن يقول كرم الله وجهه. أيه. كرم الله وجهه هذا من شعار رافض. حتى من تيمية يقول. لا 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 هذا الشيعي. سمعت إخواني شيعي لأن يقول علي كرم. تخصيص كرم الله وجهه لعلي بن ابي طالب بدعه من البدع. ولا يقول للرافضه. الالوسي يكررها دائما في علي بن ابي طالب، فلا يقول ابو بكر كرم الله وجهه ولا عمر كرم الله وجهه ولا عثمان كرم الله وجهه، فيتخصصها فقط لعلي. لان وجوهه ما مكرمه. غير يقول الحاق لان وجهه ما مكرم. علي يعني المعروف. هذا شعار الرافضه. لا ابو عائشه. فلا تلزمني بشخص شيعي يتخذ من شعار الرافضه شعارا له. ابو عائشه انت لما الان بالعراق، صدقني ابو عائشه، الان العراق بالذات، لان اتكلم عن بلدي، من يسمعوك كل العراق، كل العراق، واعتقد فلسطين، ما ادري محمد من فلسطين اذا يجاوبني، كل العراق عندنا، اتكلم عن العراق، فلسطين ما اعرف، كل العراق يقول علي كرم الله وجهه. الله وكيلك، روح للانبار يقول لك سيدنا علي كرم الله وجهه. والله ابو عائشة عندنا في السعوديه استاذ وعد، عندنا في السعوديه كرم الله وجهه. هذا شعار من السعوديه، بالسعوديه. قال شيخنا بن باز رحمه الله لا يجوز ان يقال كرم الله وجهه فقط لعلي، هذا شعار اتخذته الرافضه. ولكن واذا قيل لعلي فبالمشكله، اذا قيل لعلي كلهم يقال لهم كذلك. اما انه يتخذ شعار لعلي سيلة فهد، فهذا شعار للرافضه. الالوسي يتخذ بالشعار. اذا انا قلتها كسني يا ابو عائشه، اذا قلت كرم الله وجهه انا اصبح في علاج فلسطين. فلسطين الكل بيحكي كرم الله وجهه من وانا بالمدرسه بنحكيها. عيب ابو عائشه. شفت ابو عائشه، فلسطين وبالسعوديه الا انتم الاخوه الوهابيه، انتم الاخوه الوهابيه ما تقبلون هذا الكلام. ابو عائشه تسمع؟ معك. طيب معك، ارد عليك. شنو المشكله انه نقول ان عليا كرم الله وجهه؟ ليش عندك حسيكه؟ هذه بدعه من بدع الشيعه، بدعه من بدع الشيعه، بدعه ابتدعتها الشيعة. وإذا قالها أهل السنة والجماعة اقدم على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة.
فلا إذا قال المسلم والجماعة ما قالوا مثل ما يقال الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه. أما تخصيص علي بن أبي طالب بكرم الله وجهه فهي بدعة، ومن قال فهو مبتدع. أولا ترضى عن علي يا أبو عائشة، ترضى عن علي. طيب لماذا لا تترضى على علي؟ يقول لك ترضى عن علي فتخصيصه بكرم الله وجهه هذه من ترضى عن علي. ترضى عن علي الغالين في علي يقول كرم الله وجهه الواجب. ترضى عن علي يا ناصبي، ترضى عن علي الواجب على أهل السنة. طيب. من أمثال فهد وغيره البعد عن مشابهة الرافضة وعدم ترضى عن علي. علي كرم الله وجهه وعليه السلام، ترضى عن إخواني من الصحابة يا صاحب كلمة الصحابة. طيب استعمال هذا اوقف. لا لا ابو عاش شيخنا، شيخنا ابو عاش لحظه شيخنا ابو عاش، عندنا الاخت علياء انت تعرفها وهي تمدح فيك، هي سنيه وهي يعني من الخليج زين. انا راح اسالها راح اسالها اختنا علياء، السنه يقولون ان عليا كرم الله وجهه ولا ما يقولون؟ نعم تقال وسمعتها كثيرا. شفت ابو عاشه هاي هم هم سنيه. لا يا اخت علياء، اخت علياء، اخت علياء حج في البدايه اسمع 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 لا 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 تكمل لا تكمل. انا سؤالي اسالك انت الان، الذي يقول كرم الله وجهه شيعي، الذي يقول كرم الله وجهه شيعي اي يقول شيعي بدع الشيعه. انا اريد اسمعها من عندك حج. من بدع الشيعه اختلقوها. اسكت الان، اسكت الان، اسكت الان. ماشي ماشي لا لا سمعت مو اسكت، سمعت شنو قال لك؟ يقول لك ابو باقر الواجب واجب عليك ان تقال لابي بكر وعمر علي بن ابي طالب بدعه، لكن مع ابي بكر واجب انه تقولها علي. نعم تخصيصها لابي بن ابي طالب بدعه. اسمع 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 اسكت في مسند احمد. اسمع اسمع الامام احمد بن حنبل. اسكت يا رجل اسمع اسمع ابو مسلم. اسمع بابا على كل مسلم ان يدفن هذه البدعه، هذه بدعه صنميه ما تجوز. لعنت الله عليك. اسمع في مسند الامام احمد الجزء الاول صفحه 217 يقول فبلغ ذلك علي كرم الله وجهه، كتاب الام للشافعي الجزء الاول صفحه 231 قال الشافعي وبلغنا أن عليا كرم الله وجهه كان يقرأ على المنبر. الإمام مالك في المدونة الكبرى الجزء الثاني صفحة 183 يقول مولاه علي كرم الله وجهه. النووي في المجموع الجزء الثامن صفحة 30 يقول علي كرم الله وجهه إنه كان يقول إذا استلم الركن. شرح صحيح مسلم للنووي يقول في الجزء الثاني صفحة 70 مروي عن علي كرم الله وجهه. النسائي في الخصائص لأمير المؤمنين صفحة 106 منزلة علي كرم الله وجهه. وأيضا في وزاد المسير لابن الجوزي رواه عاصم بن ضمرة عن علي كرم الله وجهه. الجصاص في الفصول في الأصول الجزء الثالث صفحة 242 ودفعها إلى علي كرم الله وجهه. ابن حجر في الإصابة الجزء الأول صفحة 76 يقول عن على أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء 14 صفحة 132 يقول عن علي كرم الله وجهه. ابن الأثير في أسد الغابة قال الجزء الرابع صفحة 31 قال استخلف أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء 14 صفحة 105 يقول رأيت عليا كرم الله وجهه. أبي حاتم الرازي الجرح والتعديل للرازي الجزء الرابع صفحة 492 روي عن علي كرم الله وجهه. السرخسي في المبسوط جزء 18 صفحة 171 عن علي أن رجلا أتى إلى علي كرم الله وجهه. سبل السلام ابن حجر العسقلاني جزء الثالث صفحة 260 وأخرجوا ما في بطنها فبلغ علي كرم الله وجهه. كتاب العمدة لابن بطريق
صفحة 8 ولدت أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه الشوكاني السلفي في نيل الأوطار الجزء الأول صفحة 22 وقد جاء عن علي كرم الله وجهه البيهقي في السنن الكبرى الجزء الثاني صفحة 415 عن علي كرم الله وجهه صاحب كتاب مجمع الزوائد الهيثمي الجزء العاشر صفحة 6 عن مع علي كرم الله وجهه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف الجزء السادس صفحة 504 عن محمد بن عقيل ابن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الطبراني المعجم الكبير الجزء 12 صفحة 96 نزلت في علي كرم الله وجهه في كنز العمال للمتق الهندي جزء 15 صفحة 800 عن علي كرم الله وجهه الجصاص وكل القرطبي في تفسير القرطبي الجزء كلهم شيعة صاروا صفحة 107 عن علي كرم الله وجهه سبل الهدى والرشاد للصالح الشامي الجزء 11 صفحة 280 عن علي كرم الله وكل علماء السنة. أقول لك لا عاد أبو 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 باخر قل لنا المخرج خليه يكتب الله أكبر استبصار من حجر العسقلاني استبصار كل علماء السنة. رد تفضل يا استاذ ابو عائشه انا اعتقد انه كل عباره علي كرم الله وجهه لانه هو رضي الله عنه اسلم منذ طفولته يعني منذ ان كان طفلا يعني اسلم وكان اول المسلمين من الاطفال لذلك شاعت عنه هذه العباره مثل عباره صدق الله العظيم بعد تلاوه القران يعني هي مو شرط انه الشيعة ابتدعوها يعني مو شرط اختي علياء لا سأبين لك اولا تخصيص علي تخصيص علي بن ابي طالب بهذه الكلمه كرم الله وجهه دون غير من الصحابه لغو من القول وابتداع في الدين الله اكبر اذا لا تخصص الفاروق لعمر يلا وهذا التخصيص لا 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 لا, لا. تعال الآن كل علمائك الذين ذكرناهم قل أنهم مبتدعة أبدا ما في كلام يلا تعال هم في نظرهم عبدة أوثان كل علمائك الآن قل أنهم ناس مبتدعة حجلات طلع من هذا قال الرضوي الرافضي زيرو إن ممن لا يختلف فيه اثنان ممن على وجه الأرض أن الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا عبدة أوثان حتى لقوا آخر أنفاسهم في الحياة فهم يقولون علي كرم الله وجهه لأنهم يعني يتهمون أبو بكر بأنه كافر بس عوف أبو بكر وعمر عوف هاي الإشكالات أنا مو موضوعي هاي الإشكالات اسمع أنت اسمع زين وقف وقف لحظة أبو بكر لحظة أبو عاش فهد سألك قال لك إذا لا تخصص الفاروق لعمر تقبل؟ الفاروق ورد بها حديث صحيح انه لعمر منو قال؟ اليهود قالوا الفاروق استطيع ان اقولها لعلي لماذا لا اقولها لعلي؟ ايوه لعلي ما هي لعلي ليست لعلي انا ساقول لك لماذا لعلي؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق فجعله فاروقا بين النفاق والايمان سرقتهما ورقت علي ظلما ودورا وبهتانا ابو عاشه استاذ وعد بس لحظه لحظه استاذ ابو فهد ابو عاشه قلناه جبريل زين ابو باقر واقف لحظه ابو عاشه الان انا اجي وياك كرم الله وجهه لعلي هاي حسيكتكم خطا ولا تقال واللي يقولها شيء مو خطأ لغو من القول لا يبي يعممها للصحابة اوقف لحظة اوقف لغون وبدعة ومنكرة وإلى الآن أريدك تقول هاي الأسماء اللي قراها هذا الرافضي ابن الرافضي أحمد الإمامي أنهم كلهم مبتدعة لغوية حشوية معرف إيش كلهم قولها لا الذي قرأ أسماء هؤلاء الذين قالوا كرم الله وجهه لا يسقطون على الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل من علي وعمر أفضل من علي وعثمان أفضل من علي فهم يقولون هذا اللعب واللف والدوران أنت قلت هذا الرجل رافضي لأنه قال كرم الله وجهه قال شيء لا هدو أفضل من علي ولو تأتي ملايين السنين الضوئية يعني فعلي بن أبي طالب لن يبلغ حق أبو بكر
ملايين السنين الضوئية بين علي وابو بكر. يعني الآن نرجع سؤال اللي يقول كرم الله وجهه، الآن هذا مبتدع ولا نسأله نقول شلون قلتها؟ قال شيعي على حج. نعم الشيعة الآن، الشيعة الرافضة هذا لغو في القول وابتداع في الدين. زين أنت قلت إنه روح اسمع، قلت الآلوسي شيعي صح؟ نعم شيعي ومتشيع. متشيع. لأن يذكره في كل كلامه، أما النووي قالها مرة واحدة. والله مرة واحدة. ابو عاشر ولم يستمر. والله تدري انا على وش متندم انه ما لحقت على الآلوسي، كان علن تشيع بقناتنا. هاي اللي فاتتني. ها تفضل كبر لي الشاشة حج الله يرحمه. أبو بكر عيدة 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 شبيه طبل تكفق فوق في عليا 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 الله يرحم والدي. فقط عبارة صغيرة. ايه؟ عبارة صغيرة. ايه شنية. اوكي شنية. انه لقب ابو بكر كان الصديق. ايه؟ ولقب عمر رضي الله عنه كان الفاروق. شذب علي كان كرم الله وجهه. انا ماني شايفة مجال لانه يعني يصير خلاف على هذا الموضوع. زين بعدين نجي اللفظ الصديق. لا ايضا علي يسمى الفاروق. ايه احسن لين وضع. على كيفك فاروق بين النفاق والايمان. فاروق بين الله اكبر الايمان والنفاق وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فأصبح فاروقا بين الإيمان والنفاق. الله يوفقك يا فهد. إخواني ادعوا الفهد بهاي الليلة. إي والله شوفوا حجة فهد. شوف بس لحظة أبو عاش شوف لو حبيت عليا وأبغت أبا بكر دخلت جهنم. لو حبيت أنا أحب عليا ولا أحب معاوية، ما رأيك؟ لا أحب معاوية ولا أطيقه وأحب عليا دخلت جهنم. زين كرم الله وجهه هذا الخرف مال ابو عاشر. عليا دخل الجنه لانه مؤمن. ابو باكر قال كلمه انت ما انتبهت عليها فضيله الشيخ عبد العزيز. يقول والله انتم ما انتبهتوا عليها، انا سمعتها لين قريب. يقول من تقولون علي كرم الله وجهه وطبلت اذني تاذيني. طبعا ناصبي. لا لحظة صح أبو ناصبي. صح أبو عائشة. نعم والله لما تقول علي كرم الله وجهه ويتركون بقية الصحابة والله طبلة إذني توجعني والله ما يجوز عساك الجهنم أنت وطبلة إذنك. حجي بس قبر للشاشة الله يرحمه. اقرأنا عساك بعد كل كلمة نقول. إخواني هذا الآلوسي اللي اتهم أنه شيعي هذا الجاهل الذي تنخرم طبقة. لا خلي يعني هو هذا الحسيك هذا استخدم ايه صورة شنو وقفت حجي عدي ايه. لا هذا ايه. كتاب الاعلام للزركلي هاي امامكم. شيعي الجزء السابع. شيعي هذا الزركلي خوسني هو ما له علاقة حتى بالتشيع. تفضلوا هذا ماذا يقول عن الآلوسي اللي تشيع. ايه الآلوسي الكبير محمد بن عبد الله بن الحسين شهاب الدين أبو الثناء محدث أديب من المجددين من أهل بغداد مولده ووفاته فيها كان سلفي الاعتقاد. أمامك هاي أبو عاش يقول سلفي. هاي علماءك يقولون السلف. لا بعدني ما بتكلم. اترك هذا اتركه. اسكت بابا والله الألوسي سلفي. اسكت هذا تاريخ السلف. هذا شنو الكتاب اسمه؟ هذا تاريخ السلفية في العراق دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب تأليف سعيد بن حازم السويدي. هذا رئيس هذا منو طبعه؟ شيعي هذا إيران طبعه. بس أقرأ لك تاريخ السلفية في العراق جزء إيران بالله شوف إنه أو بالنجف المملكة العربية السعودية. ها تفضل أقرأ لنا يا العنوان المملكة العربية السعودية مكة البريد الإلكتروني موقع السلفي. هذا الآن تأكدنا انه هو اخوان السلفيه هم اللي طبعوه.
ايش قالوا الاخوان السلفيه عن الالوسي؟ هاي 36 وقفنا وتشيع بقناتنا. المهم 36 اسمع ماذا يقول حتى اولا هو عنده مكان يعني. لحظه خليه يكمل. 29 ينقل انه موقفه تفضل. يقول ابو الثناء الالوسي تاريخ السلفيه اسم الكتاب ومن علماء العراق الذين وقفوا بوجه الشركيات التي يقع فيها العوام وغلاة المتصوفة. يعني هو ضد الشيعة، هو ضد الصوفية. عنده كتاب ضد الشيعة رد عند الشيعة سجل لك يا الكتاب. وغلاء الإمام أبو الثناء الآلوسي صاحب تفسير روح المعاني. الآن أنا أتكلم أوقف وخر الكتاب خليني أنا أتكلم. أيها السنة، الآن أحمد الإمامي وضع كتب مؤلفة في السعودية حول تاريخ السلفية أن الآلوسي هو من السلفية. الآن سؤال حرك عقلك، لماذا فضيلة الشيخ عبد العزيز أبو عائشة ينسب الآلوسي إلى الشيعة لأنه قال أن علي كرم الله وجهه؟ هل تقبلون إخواني؟ وهذا الكتاب أمامك حجي بس أقرأ هاي. لقد كان الشعار الأبرز للسلفية في ذلك الوقت هو مخالفة الانحرافات الصوفية، ومن هذا الباب جعل الآلوسي عثمان بن سند البصري في عداد السلفيين. اقرأ جوش يقول اثنين. يقول في المسك الأذفر وكان رحمه الله سلفي الظاهر والباطن، ظاهر وباطن. هذا أيضا تركي حجي، هذا مناهل العرفان الزرقاني، هذا من علماء أهل السنة. مناهل العرفان شيعي لو سني زرقاني من كبار العلماء المصنفين عندهم، والألباني يقول من كبار المصنفين في علوم القرآن. حد يكبر لي الصورة الله يرحم والديك. إذا سني غير نعرف سني هذا بس راح أطلع لك وين مطبوع. اسمعوا شو يقول. يقول وأما تفسير الآلوسي فاسمه روح المعاني، مؤلفه العلامة المحقق شهاب الدين السيد محمد الآلوسي البغدادي مفتي بغداد المتوفى 1270. وهذا التفسير من أجل التفاسير وأوسعها وأجمعها، نظم فيها روايات السلف بجانب آراء الخلف المقبولة، وألف فيه بين ما يفهم بطريق العبارة وما يفهم بطريق الإشارة. يلا شلون انقلب هذا؟ لا قال كرم الله وجهه، يعني بس قال كرم الله وجهه قلبه لك ذولي. شو هذا ابو عائشه؟ شنو هو وجماعته؟ والله ما الجمله اللي ما حب الجمله اللي اذته ابو عائشه. بس الناس يمكن مداخله. لا 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 كلكم ضدكم، انا اوقف مع ابو عائشه كلكم. ابو عائشه شجاع، لما تسال ابو عائشه يقول لك انا عندي سلفي ابن باز هو الذي قال. قرأت هاي الجملة اللي أنا ما اللي قرأتها وقلت لي قرأتها وقلت لك على أساسها راح أجيب الكتاب، بس أقرأها أنت الله يرحمه. لا أرد عليه حد وعد الآن. بس خلي أقرأ هذا الجملة. إذا يلزم نفسه بابن باز فعليه أن يلتزم بقول ابن باز أن معاوية باغي وأن عائشة لم تصب في خروجه، يعني عائشة كانت على خطأ. أحسنت. لا أنا ألزمه. ألزمت نفسك الآن. يقول اسمع أخوه. وهي مرتبة القطب في كل عصر، وقد تجتمع مع الخلافة الظاهرة كما اجتمعت في علي كرم الله وجهه أيام إمارته، وكما تجتمع في المهدي أيام ظهوره، وهي والنبوة رضيعا ثدي وإلى ذلك الإشارة إلى ما يروه عنه عليه الصلاة والسلام: خلقت أنا وعلي من نور واحدة، وكانت هذه الخلافة فيه كرم الله وجهه على الوجه الأتم. يعني إخواني إذا أردتم تمام الحق، هذا الآلوسي، إذا أردتم تمام الحق وأن الخلافة الألوسي المغالي، الألوسي الآن هذا صار مغالي الآن. هذا منافع، نزل من شيعي إلى ألوسي، صار من شيعي طلع من التشيع صار الآن مغالي. قاتل الله الغلو والغالي، علي بن أبي طالب خلق من نور علي من نور محمد. يا رجل وش الكلام هذا؟ غلو
علي بن أبي طالب خلق طال عمره خلق من فاطمة بنت أسد مثل أي بقية إنسان، ولادة طبيعية، كيف خلق من نور؟ هذا هو الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله الغلو. زين أبو عائشة، شنو رأيك بهذا اللي خلفي محمد متولي الشعراوي؟ لماذا؟ ماذا قال؟ إذا كان قوله خطأ قل خطأ. أنت شنو رأيك فيه؟ هو عالم مش عالم؟ عليه مؤاخذات. حتى متولي الشعراوي ما سلم منكم؟ لا عليه مؤاخذات، نعم عليه. بيطلع بيوتها بجديد أبو عائشة. عليهم زين، خلينا نشوف هذا في حياكم الله من جديد اخواني اخواتي. مثل ما استمعنا، مثل ما شاهدنا، هذا الكلام الناصبي من هذا الوهابي الذي يقولها بكل وضوح، كرم الله وجهه شعار الشيعة. الان الشيخ احمد الامام استعرض له مصدر واثنين وثلاثة واربعة 11 اكثر من 12 13 20 مصدر كلهم يذكرون كرم الله وجهه. فما انت بفاعل او ماذا تفعل يا أبا عائشة بهذا الخصوص؟ يقول إن هذا الموضوع يجب أن لا يكون ارتباطا. يا ابن الحلال، هذا الكلام جاء من سنة، جاء من علماء السنة. ذكر الحاج وعلي الله من مسألة، وأنا أؤكدها، إن الكثير من شيعة العراق تقريبا، عفوا سنة العراق تقريبا 90 أكثر من 90% يقولون إن الإمام علي عليه السلام كرم الله وجهه. لكن الشخص الناصبي الذي يحدث يوميا تحديث بنسبة وعدالة للعترة طاهرة، يعني توقع مني كل شيء. هذا بفيديو سابق، هذا المدعو أبو عائشة بفيديو سابق قالها بكل وضوح، أنا أعترف بأن الإمام علي عليه السلام هو خليفة راشد وخليفة رابع. في الآونة الأخيرة تنصل من كلامه وقال أنا لا أعترف، إنما معاوية هو الشخص الذي أعترف به. فأخواني هؤلاء هم اللي يفيدون التشيع أكثر مما يفيد محاور أو مناظر شيعي، وأنا أقول هذا الكلام بناء على تجربة في برنامج سؤال بري. فنعم، من الممكن أقول، من الممكن الباحث الشيعي لما يتكلم بدليل وكذا وكذا، من الممكن أقول إن الأخ السني لا يستجيب له، أو الوهاب المغرر به لا يستجيب له. لكن لمن يستمع إلى ناصب يتكلم باسم أهل السنة والجماعة ويقول أنا من أهل السنة وأنا أمثل أهل السنة، يتكلم بهذا الكلام الخطير، لا يمكن أنه يتحمل كلمة كرم الله وجهه. فأكيد أقول إن هذا الشخص يعني سيكون مصير التشيع، لأنه لا يتحمل كلام النواصب. وخير دليل وخير برهان هو برنامج السؤال البري وعدد الذين تشيعوا فيه بسبب هؤلاء الوهبي. أخواني أخواتي، أقول بختام الفيديو، الإمام علي عليه السلام والله لا أستطيع أن أقول كرم الله وجهه، لأنها كلمة أقولها يعني بكل وضوح، أراها يعني قليلة بحقه، أراها قليلة بحقه. الإمام علي عليه السلام يعني هذه الأمور تعداها وعبرها الإمام علي عليه السلام. الإسلام قام بسيفه، فشنو أنت تأتي كرم الله وجهه تستذكرها أو تستكثرها على أمير المؤمنين؟ فشنو كرم الله وجهه بقبال صلى الله عليه وآله؟ أخواني أخواتي، هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم. نعم، صلى الله على أمير المؤمنين، صلى الله على الحسن والحسين، صلى الله على أهل البيت عليهم السلام جميعا. أخواني أخواتي، بختام الفيديو أقول هذا هو فيديو من الفيديوهات التي بينت عقيدة النواصب الحقيقية. تقبل تحياتي بختام الفيديو، في أمان الله.